تنتظر أم سيف في إحدى عيادات الأطباء في مدينة القامشلي بالحسكة دورها في المعاينة بعد آلام حاولت كثيراً تغافلها بسبب ارتفاع سعر المعاينات لدى الأطباء في المدينة، حيث وصلت إلى 5000 ليرة سورية. حاول كتير محاولات قبل ما بيجي على الدكتور، عم فكر بحق المعاينة بكتير شغلات لأنه كل شيء صار غالي، وعدنا أولاد وعدنا مصروف وعدنا بيت بالآجار وكهرباء، يعني خليه على ربك، يعني العالم فرطت بصراحة، يعني أقل معاينة عن الدكاترة 5 و6 هيك. لا يقتصر الأمر لدى المريض على المعاينة فحسب، حيث يحتاج في بعض الأحيان إلى تحاليل طبية وصور شعاعية، ناهيك عن الأدوية التي ارتفع ثمنها، إذ تبلغ كلفة الزيارة الواحدة للطبيب في مثل هذه الحالات قرابة 30,000 ليرة سورية، بالتزامن مع الضائقة المادية التي يمر بها المدنيون في ظل تفشي فيروس كورونا. دكتور كمان هو كمان إذا عم يحسبها على الدولار قليل تجي له، بس كوننا عم يجوا مراجعين كثير فتوفي معه، المفروض ما يغلوا كثير هنا كمان، لأنه في فئة شريحة من المجتمع ما تقدر تحط معاينة 5000 وتروح كمان أدوية تشتري ب 10-15,000 تتقل عليه، في بعض الناس تقدر تدفع، أغلب الناس بس ما تقدر تدفع المعاينة هاي. من جانبهم يرى الأطباء أن ثمن المعاينة الطبية ليس له القيمة الشرائية الكبيرة، وأنهم ملتزمون بما حددته السلطات المحلية، ولكن ذلك لا يعني فرضه على المراجعين، فالكثير منهم يأخذون نصف القيمة ولا يردون من لا يملك ثمن المعاينة. المريض الفقير اللي يجي ما عنده معاينة كمان ما نأخذ، أو إذا يدفع نصف معاينة نقول أهلا وسهلا، نقول ما عندي نقول أهلا وسهلا، يعني ما نرجع مريض من العيادة بدون فحص. نتمنى من الأطباء أن لا يزودوا كثير تحاليل على المريض، إذا مو تحاليل لازمة وتحليل ضرورية ما يطلبوها. ظروف مادية صعبة يمر بها سكان القامشلي الذين لا يكفون عن مناشدة ومطالبة السلطات المحلية بمساعدتهم صحياً وتفعيل دور المشافي الحكومية بشكل أفضل مما هو عليه الآن.